لابد من أن نتعلم القاعدتين الآتيتين. قبل انتشار هذا الوباء كنا نقوم بالطريقة التقليدية في تدريس الطلاب، لكن مع انتشار وباء كورونا قامت مديرية التربية والتعليم بتعليق الدوام في المدارس. قامت منظمة بيبول إنيد بإجراء دورة تدريبية لكادر المدرسة ونوهت إلى أهمية التعليم عن بعد. إذا كنت تعاني من السعال أو العطاس فينصح بارتداء قناع طبي للمساعدة في حماية الآخرين. أنا كمدرس أقوم بتحضير الدرس في المنزل طبعاً، ومن ثم أقوم بشرح أفكار الدرس إما بمقاطع صوتية أو باستخدام الفيديو تحت الجزء من 1000. الآن نقوم بجمع، خصصنا ساعة لإرسال الدرس طبعاً وساعة أخرى لأجل إرسال الطالب بوظائفهم. في الصف السادس فصل الأول دوامته كله، بس بفصل الثاني بسبب الكورونا عطلنا عن المدرسة وما ضل في مجال إنه نداوم على المدرسة. اطرحي منه العدد الثالث الحطت عليه إشارة ويعطيك العافية. الساعة 12 بيعطونا الدروس والمساء بنبعث لهم الوظائف. مع انه انا عم بتعلم على النت بس بالمدرسه اسهل، بلعب مع رفقاتي وبحكي مع الاستاذ هيك، والتعليم كمان على الانترنت حلو. وبس كبرت بتمنى اصير انا انست انجليزي لانه كتير بحب الانجليزي. بتمنى هالحرب تنتهى وما يضل كورونا ونرجع الاوضاع مثل ما كانت.